يسعد صباحكم بالخير والبركة مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة مباشرة صباح الشروق، محطات مختلفة وفقرات منوعة، نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم. صباح نجدد فيه ولائنا وانتمائنا للوطن السودان، نتمنى دائما أنه نكون في وحدة، نكون في أمان، نكون في استقرار، ونصل لحلول على أقل تقدير تفضي لعملية سلام والسلام، وتنقل البلاد لمربع الأمان والاستقرار على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي. في إشارة صباحية مشاهدينا، قبل يومين تقريبا شب حريق في واحد من المحال التجارية، ما يهم أنه الحريق الزاد والعاملين داخل هذا المحل التجاري الكبير يتبع لشركة كبيرة، الحريق تصاعد بصورة كبيرة والعاملين داخل هذا المحل التجاري ما جايبين خبر، حتى أنه المارة أشاروا للحريق ومن ثم أتوا لإنغاذ الموجودين. الشيء اللي عايز أشير له أنه أخذ التحوطات والسلامة المهنية مهم جدا، وجود محل تجاري بصورة كبيرة ومجمع تجاري بشكل كبير يحتاج لوحدة إنذار مبكر تنذر العاملين داخل هذا المحل التجاري بأنه في شيء ما أو خطر ما، حتى أنه يسرعوا في الإطفاء. على العموم ما حدث يعني خسائر في الأرواح ولا الممتلكات، لكن قدروا لطف بقدرة كل الموجودين والاستنجاد بالدفاع المدني حتى أنه يقوم بإطفاء الحريق. وجود يعني موظفين مدربين على أخذ التحوطات اللازمة قبل ازدياد الحريق هو مهم جدا، ووجود أيضا داخل المحال التجارية الكبيرة أساليب أو اختصاصين سلامة مهنية هو مهم جدا. إذا هي رسالة في بريد كل الشركات وكل المحال التجارية الوطنية أو حتى الخاصة أنه تتوفر أدوات واشتراطات السلامة المهنية حتى أنه ننقذ كثير من الضحايا أو المواطنين اللي بيكونوا داخل هذه المحال. إذا تحية الصحة والعافية للجميع، ونبتدر صباحاتنا الندية برفقتكم من خلال هذا اللحن، ومن ثم نعود نفصل أكثر في محطة صباحية برفقتكم مشاهدين. حبيبي سالم فوق الملاك، الليلة سالم بحرني بنور، خلاني ما أسهر بحرني بنور، خلاني ما أسهر انطيت في بحور، أنا عقلي فارقته شفت الملاك حبيبي سالم فوق، شفت الملاك الليلة سالم فوق بحرني بنوره، خلاني ما أسهره بحرني بنوره، خلاني ما أسهره انطيت في بحوره، أنا عقلي فارق قلبي بيشفى كان الطيب جراح، كمان لو شفت لونه سحر فيه عيونه تدور تحصر في لونه حصنه، شفت الملاك دلال من غير تعالي رضا وزوج مثالي، زي الدور بلادي في أصل وداع، شفت الملاك
حس الحس تجنوا شال قلبي وسعادته شفت الملاك شفت الملاك الليل سالم وهرني بيت